سي كوندانا باسكو انا فوالا متقبل انا ما سا سفي با نلحق ندير هكذاك ما تيريتش على سي بوتي باسكو لي افي ان شيف دو بالي راه تما زاد تير عليا جاست عليا ما على باليش جاست جا ولا على عيني من بعد انا شغل كي شفت باللي كان قادر يدير لي دي ديكا وين تنفيت انا فتح وتيريت تسمى هذيك هي اللقطه اللي حكموك فيها هذيك هي اللقطه اللي حكموني فيها ودرت ان جيست ماشي مليح لا غاليري تاع جي اس ام بي يفو نقولوا الكلام اللي جيب كاسياس ولا بوفون في هذيك المقابله واللي شاف انا نتقبل الانتقادات نتقبل الشتائم راني انا لعب لعب حتى العائله تاعك زعفت عليك العائله خويا بابا خويا ما خلاها ليش ما انا مانيش متقبل مانيش راضي على نفسي بصح ما نقدرش باش الحق اللي انت تقيسني كورا ما نخليكش والحاكم في هذا كل هذا الحاكم قلت له يا ودي راهم يتيروا عليا ما نقدرش سي بون ما كاش كيفاش قال لي روح ولي كدا ومن بعد جوج دو توش واش قال لي واش قال له قال له راهو يدير دي جيست دي جيست الاسم ماشي البيبليك اللي شاف البال قال لك باللي راح ضربو كدا وانا حبيت نهفو عطى لي كارت جون مازال ما كملش الكارت جون ما دخلهاش في الجيب ديالو ضربو لاسيستون ضربوه بالبلوكا قلت له هاوليك قلت له انا من المقبله ما يتيريو عليا راني نقول لك يا ودي ما نقدرش مانيش قادر كاع عيتك ومن بعد قاسني الكتفي قاسني البلوكا لتماك وين رياجيت لتماك وين سي بون خلاص لحقوا لي وقعدوا مورايا هما قالوا بلي جابوك حتى جبدوك حتى متريكو جبدوني ما جبدوني تيروا عليا داروا لي كلش انا ما نهضرش على الانصار بصح انت مولف لعبت ديجا في جي اس كا لعبت في الماتش لعبت في الخروب لعبت في اسمه الحمد لله لي بيبلي البيبلي كاع اللي لعب كونتر عليهم يسبوك يسيو يقلقوك سي نورمال هذا انا نتفاهمه وانا مخدوم هذا الشيء على بالي باللي كان راح يصرى لي هذه الامور نتقبلها كي نخرج برا كي نخرج برا ما عندي حتى مشكل مع اي مناصر الحمد لله تشوف مناصر تاع مودية الجزائر يقول لي عسله انا في الصدر نكرهك في البرا يا خويا نشتيك نحبك صافي يا خويا دخل الملعب حاجه في الحراش يكسروا معايا دوني امور يحتاج نص ساعه في الحراش انا دخلت الملعب انت رحت لواحد المكان تلاقوا بيا الانصار تاع الحراش قصروا معايا الضحك كذا ما كان حتى مشكل في الميدان يديروا واش يحبوا وفي بجايه شفنا بجايه يلعبوا بواحد الطريقه عمرنا ما شفنا بجايه يلعبوا بهذه الطريقه كان لعبوا كاع لي ماتش هكذا ان شاء الله يكملوا هكذا ويلعبوا كاع مع الفرق هكذايا ويسلكوا انت علاش صارت هذه المشاكل ما حسيتش ما بلي كانت قبل المباراه كانت لا كانت عاديه وين شافوا بالك المقابله راهي رايحه النتيجه 1-1 ولا كنا قادرين نفوزوا من بعد ضيانا ضيعتوا ضربه جزاء هي اللي كانت المنعرج تاع المباراه معليش هذا هو البالون تماك اللي بداو يديروا دي واليوم اليوم مالك انت ماكش خايف من عقوبات لان سيتكلم على 6 مباريات 6 اشهر عامين وعلى بالك باللي اصطاد هذايا كما قلت انت يعني ضبوني بعامين ولا 6 شهور نقلع ليترونجي ايه ماشي الحل هذا ماشي الحل هذا ماشي انا راني قلت لك انا نسالو صح الملعب هذا اش كتشوف باللي تما صراو ديجا مشاكل من قبل في الملعب هذا نو مشاكل صراو كاين الناس على بالها وعز الدين رحيم الله يبارك لعب كره قبلي وعلى باله كاع واش كاين فيصل باجي كاين شاوشيح احمد حسن كاين جلال ولا تاع الموب تانيك صرا له مشكل في نفس مشاكل انا ما نبررش لاش تبرر ما لازمش لانه صرات ديجا القواوي انه تحل في وهران وخيطوه وكمل المباراه ما نحلوني المناصب كيكون فوق لي قراده في المدرجات ما كاش مشكل يا ويتيري عليا ما باليش فريجيدر ما نديش عليه باسكو من حقه يديستابيليزي لادفيرسير مالغري كو ما نحقولهاش ما انا با الدروا دي جات لي بروجي ان اكزومبل بالليك لونتوراج اللي كنت فيه في الميدان نورمالمون ينحي لي هذوك الاشخاص هذوك اللي كانوا يضربوني بالحجر اللي كانوا يضربوني بالحجر باش نلعب انا نقول لك شعلالي ما شفتوش حتى ونقيتو قدامي عسلة شعلالي اتهمك بصفة مباشرة قال بلي عسلة اللي خرج المباراة من إطارها عندي لي زاسامس تاع شعلالي وتكلم معايا شعلالي ودار ان كومينيكي في الفيسبوك ودار ان ديمونتي وهضر فيه وتكلم معايا بالك صرا هناك روشاج مع ريال شعلالي بصح اسكو داروا لك دي بروبليم لي جوا تاع جي اس ام بي كانوا يشوفوا موراك لي جوا تاع جي اس ام بي ما عندي حتى مشكل ما كان والو كان باك واحد جوا صغير تعدى على بزوين غادنا شغل غادني الحال كيف ما واحد ما دلنا ليه غير هذيك الفتره حتى هضرت معاه صح مالك انت تشوف لما تشوف الشيء اللي صرا مع مثلا اتحاد العاصمه ما نعاودوش نقلبوا المواجع فريق اتحاد العاصمه تعرض لاعتداءات خطيره العفاوي نعرفوا واش صراولو في ملعب سعيده ولكن رد الفعل تاعهم ما كانش اتجاه الجمهور كما كان فاش حيرجع على روحو كم صرا ما ماشي صحابه مثلا اي كيف هربوا كل واحد هذيك مناصره راني نقول لك الانصار
كي تكون الاغلبيه. وشنو هي النداء تاعك اليوم مالك للجمهور ولا للرابطه سورتو؟ الرابطه دير اللي عليها، تنقي لونفيرونمون تاع المقابله تاع الستاد. تشوف الحكم كان راح نورمالمون يحبس المقابله. كان يحبس المقابله باسكو كان امبراتيكابل لو تيران، امبراتيكابل معمر بلي روشي بلي بلوك بلي كايو بلي كايو. كيفاش يدخلوا الرايس؟ كيفاش يدخلوا؟ تير عليا واحد بكون ضاري جاز عليا. والله سير رضوان، انا كنشوف هكذا ونقول باحترام. ومن بعد كي تهضر تقول لك، يقول لك علاش تهضر؟ سير رضوان علاش حنا تكلمنا؟ علاش انا حاب نتكلم؟ اخويا مرحبا، حنا عندنا الشرطه. لا تكلمت في لا ريونيون تاع الاخر في ميجان. هل انا الذنب تاعي باش يعاقبوني في ميجان دخلت وانا للملعب؟ لا ماكش ديري ما بوتاستا. هل الحجر هذو اللي دخلوا دخلتهم انا للملعب باش نتعاقب؟ تعاقبوا الانصار وكاينه شرطه اللي راهي تراقب صغيره واحد الوقت كانوا حابين يريتيريو الشرطه من ما يقدروش. انا قلت نتصرى لاكار يحبس الفوتبول. نو يحبس الفوتبول مي هذا هما لي بروبليم اللي حابين احنا نطرحوهم. ماتش يروح لك بارومبيلونس، ماتش تفاولك الضو، واش ذنب رئيس النادي ولا واش ذنب الفريق؟ نعم كما صارت مولوديه بجايه اللي طفاو لهم الضو. واش ذنب يا انا الملعب خاطيني مستغل ما جاش لومبيلونس ما بديش ولات اون اوكازيون ثم رغم حنا اللي استفدنا بالنقط ولكن حرام يعني ما جبتوش بالعرق هذاك مستغانم يودر مقابله باسكو لي ما جاش لومبيلونس. هل هذو هما اللي ريغلومون قوانين المعمول به اللي حابين نقعدوا طابل مع الرايس؟ لان ما تحكي مع سي قرباش يقول لك انا يدي مكتوفين وصح جو سوي لي ما عندي حتى دور. ديجا لجنه التحكيم تابعه للفاف فوالا. درنا ليبوك تستنينا، جينا احنا ناسيونال 2 باش نديروا التقييم تاع لافازالي. جينا لقينا سي قرباج سي راوروا، سلمنا عليه سي راوروا جبد راح. بقينا مع سي قرباج توت كيستيون اللي بوزيوها خاطيني. الله غالب الله غالب الله غالب. جينا لا ريونيون تاع سيدي موسى مع الوزير، جنبنا لي بروبليم دي فوتبول دو لا كومبيتيسيون مع الوزير. طلبنا اجتماع مع سي راوراوا، يا الحاج حابين نهضروا معك اونت بريزيدونت كلوب. اش كيتكلم معك؟ اليك بروفيسيونيل. قال مانيش قاعد. هو قال لكم مانيش قاعد؟ مانيش قاعد، وكتا نهضروا معاه. نهضروا مع قرباج ما ينفذ والو. يا بصح عملي بريزيدون جاو لاسومبلي جينا رفضوا قاعد يديهم. مي ستادير ثمي الفالي بارلي باسكو نقول لك فوالا الفالي بارلي. فوالا انا في لا ليغ، في لا ليغ علاش تكلمت؟ لان ما كاين حوايج لي بريزيدونت كلوب ما تكلموهمش وما درناهمش في الاقتراح. صح علاش يخليوك غير انت اللي تربح العيب؟ نو مي مانيش نربح العيب، انا وكونترار انا الجزائريين كل الكلام اللي نهضروا انا مسؤول عليه، وانا كي نهضر كلام راهو صحيح. زيد حاجه تاع لو شامبيونات رحت انا عليه قلت لك كاين اللي راك تضرب راسك للحيط. صح. تكلمنا مع سي قرباج في لا ريونيون تاع التقييم تاع ناسيونال 2 لالي. على لي زيسبوار، لي زيسبوار تديهم من ملبواغي يروحوا لسعيده. لي زيسبوار واش هما؟ سي دي ليسيان، سي دي زونيفرسيتار. صح يقراو. يمشيوا الاربعاء، يلحقوا الخميس، يباتوا، يلعبوا الجمعه، يدوروا السبت، وعلى قداه يلعبوا؟ على 11 يلعبوا في ان تيران ناتر، خاطي لو تيران برينسيبال. وشكون لقى الاربيتر شكون؟ عساس تاع ستاد. هو الاربيتر. هو الاربيتر، واش تربح من كومبيتيسيون تاع العذاب كيما هذه؟ كي تطرح مشكل تقول لهم كذا يقول لك انت وتغوث وتهضر، يا وحنا عايشين في التيران، انا لي 40 طون. في الفوتبول. دو فوتبول في التيران. الله يبارك. عمر نص عمر وشويه. والحل الحل دوك هذو المشاكل كاع الحل كيفاه؟ ورانا رايحين بها هكذا. انا في الموسم الرابع. احنا يرحم باباك. يقعد يهضر معانا يقول لك ما نهضرش. تهضر في الجرنان يقول لك سيروح نعاقبوك. كيفاش ديروا؟ وقتاش نهضر؟ روح ننتحر؟ ما تنتحرش، بعيد الشر عليك يا سيدي. بعيد الشر عليك يا سيدي، ما تنتحرش. الناس ديجا راهي تحرق في البابور وراهم يحرقوا في روحهم. سي لي فري بروبليم. يبعث لك، اسمح لي، يبعث لك دي ريغلومون. يا خويا انت بعثت لي ريغلومون رانا نطبقوا فيه. نو هي سي ديكتاتور، سي ديكتاتور على لاتر. الحاج راوراوا الي هي لو يبارلو. وانا كنت السبب. انتم انتخبتوه؟ انا لا، انا كنت السبب باش ينتخب. قبل ما ينتخب تلقيته 30 خطره. كاين من نهار انتخب لليوم ما تلقيتش 7 مرات. علاه؟ سي ان ديالوغ الفو ابروندر داع الناشي، داع الليق، سي دي جون دي تيران.
والحجر وراوة عنده غلطات ولازم يسمعنا وحنا نفيدوه ان شاء الله يهز والله ما يهز نحنا نعطيوه سكون. راح نعاود نرجعوا الى موضوع الفيدرالية.